من بعد تعطيل البلد لمدة سنتين حقق الرئيس ميشيل عون حلمه ووصل إلى بعبدة. اليوم وقبل حوالي سنة على انتهاء ولايته، كلمة فشل ما بتكفي لوصف العهد، فرئاسة الجمهورية تحولت إلى منبر لتوجيه الرسائل السياسية. فلو تسنت الفرصة للمواطنين بتوجيه رسالة للرئيس، شو بيقولوا له؟ متنا، تشردنا، جعنا، انقتلنا، انحرمنا اخواتنا، شو بدي اوجه له؟ بدي له كتر خيرك، كتر خيرك انك فجرتنا، كتر خيرك انك موتنا، كتر خيرك انك جوعتنا. ما بيقدر بقى يعمل شيء لانه خلص عهده. هو بيقدر يعمل كل شيء، بيقدر يعمل كل شيء. مين عم يمنعه؟ لانه حدا بانعدام الرقبه عنده خايف على مصالحه. له يعطي العافية يعني، ومثل هالعهد ما صار يعني، ما عليه يعني، يا يلاقي حله يا يتنحى، إذا بيحترم حاله يتنحى. بتمنى إنه يفكر فينا شوي، بس هيدا كل شيء بقدر له إياه. شو برر وجوده إذا مش رح يشتغل لشعب؟ لا بيربيك، بيربيك واحد. الله ما علي نفسي أحكي بالموضوع، صدقيني. عارف بكل شيء بتصور. قال له يا بي الكل، بنزل مقطوع، كهربا حتخلص وتروح، الفقير ما بقدر يعيش، قلب السردين ما بيجيب، عشو انت؟ شو ناطر بقى؟ تموت ولادك من الجوع يعني؟ اطرش، ما بيسمع، ما بيسمع.